بالصوت والصورة وثق شيخ بلدة الأرقف عكار أحمد الرفاعي تجاوزات المتهم بقتله رئيس البلدية يحيى الرفاعي، بالإضافة إلى التلاشي الأمني وعدم المحاسبة مسبقاً بالرغم من الشكاوى المتكررة. ما حدا بالضيعة كلياتها من حين اللي الله خلقها لحديت هلا استفاد على ظهر الضيعة وعمل سرو على وجود على ظهر الضيعة إلا هو قده، هو ما في حدا أبداً بتحدى وكل عالم بتعرف، بس إنه واحد يوصل لدرجة إنه يستغل الضيعة كلها، يستثمر الضيعة كلياتها بكل مواردها، وآخر شيء يلي بيحكي بدي يقص له لسانه وبدنا نكسر رسانه وبدنا نعمل وبدنا نعمل وبدنا نعمل. بارح واحد عم يعلق عندي على الفيسبوك هون ابنه بيقول له هذا ماشي، هذا الحكي عم تطول على اسيادك وهذا الحكي رح تتحسب عليه. شو اللي رح تتحسب عليه؟ اكثر من 100,000 متر من الاملاك العامه البلدي والجمهوري في اعتداء عليها، رئيس البلديه وحده ضبب لارضاته اكثر من 20-25,000 متر تمتبعا لارضاته، قال له هو عطي لاخوه وعطي لابن اخته وعطي لقرايبينه. بدي وجه تحية للقوى الأمنية على جهدها الكبير الحقيقة اللي عم تقوم فيه عنا بالضيعة، وعلى التعب والسهر اللي عم يسهروه لحتى يوقفوا المجني عليه ويتركوا الجريمة. أكبر تحية للتحرية بحلبة ولكل الأجهزة الأمنية اللي هن الحقيقة عم يبيضوا الوجه. على وقع محاولة رئيس البلدية التمويه لإبعاد الشبهات عنه، حيث قتل القتيل وجرب يمشي بجنازته، ووزع تصاريح مطالبا أبناء البلدة بعدم استغلال قضية الشيخ الرفاعي وتوجيه الاتهامات من دون دليل ملموس لا يخدم القضية. الأخطر بالموضوع هو استغلال الجريمة المروعة منذ الدقيقة الأولى لعملية الخطف من قبل جوأة سياسية وإعلامية معروفة التوجه من أجل إطلاق اتهامات من باب الاستغلال والاستثمار السياسي مثل العادة. مصدر متابع أشار إلى أن المصطادين بالماء العكر لم ينتظروا حتى انتهاء التحقيقات، فأطلقوا ادعاءات كادت تتسبب بفتنة سنية شيعية. البداية من النائب السابق خالد الظاهر يلي ذهب بعيدا وصولا إلى اتهام جهاز أمني بعملية الخطف. الشيخ أحمد اختطف من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر بعض الأجهزة الأمنية. بناء على شو تقصد؟ بناء على أوضاع وشهود وكلام بهذا الموضوع. شيخ خالد مخفي هذا الكلام، يعني أنت عم تجزم؟ نعم أجزم. نائب التغيير وضاح الصادق اعتبر عبر تويتر أنه مواقف الشيخ الرفاعي واضحة ومعروفة، ومن يريد إرسال رسائل فالبلد لا يحتمل هيك رسائل لا بالمضمون ولا بالتوقيت. المرشح السابق للانتخابات النيابية ميشيل فلاح اعتبر أنه نحولوا القضية لخلاف عائلي، وهو أسلوب الحزب بتدنيس الشهادات يلي بيواجهه. الصحافي توني بولوس القوات الهوى أكد أنه عندما يخطف الشيخ الرفاعي وسط النهار من طرابلس وبتعجز الأجهزة الأمنية عن اكتشاف الجهة الخاطفة، حينها نعلم أنه الجهة الصفراء الشاحبة تمنع كشف الحقيقة. هي عينة مصغرة والليحة بالطول، بالرغم من أنه المعنيين بالحادثة مباشرة دعوا أهالي الأرقف لعدم الانجرار وراء الشائعات. الأمور ضمن السياق العائلي، ليس هناك أي خلفيات سياسية أو حزبية. نحن نرفض هذا المنطق الذي يحاول أخذ هذا الأمر إلى تبعات تجر المنطقة إلى أمور لا تحمد عقباها. لذلك رمي الكلام الذي يحاول البعض ضمن للأسف سياق أظن الجميع يعرفه الآن، سبق يسمونه صحفي، سبق إعلامي، هذا الكلام كله لا يخدم قضية الشهيد بل يميتها مرة أخرى. مفارقة أنه تحقيق صحفي بيعود للعام 2019 كان أكد أنه رئيس بلدية الأرقف العكرية ذاهب إلى القضاء بتهمة الفساد والهدر بسبب التعدي على الأملاك العامة وتحويل 10 عقارات من ملك جمهوري إلى ملك بلدي. وأضاف المقال معلوم أنه رئيس البلدية يحيى الرفاعي بيحظى بدعم طيار المستقبل، ما كان يحول دون مساءلته، لكن تفاقم الخلافات بينه وبين عدد من أبناء البلدة يلي بلغت حد التهديد بالقتل وإحراق سيارات أدى إلى إحراج طيار المستقبل بالاستمرار بتغطية مخالفاته لا يحال إلى النيابة العامة.